رغم ان الحكايه اصلها كان اصلها تراجيدي جدا، وهي انه في اواخر السبعينات في اوائل الثمانينات حصل كام حادثه كده، ستات زهقت من جوازهم قطعوهم في اكياس وعبوهم ورموهم في الزباله، يلا بالسلامه. حوادث بشعه شغلت الراي العام ايامها لفتره طويله، والاستاذ يوسف عوف الفيلسوف الساخر اخذ هذه الحادثه البشعه ونظر لها نظره كوميديه ساخره، يعني طريقه نعيش بيها امرنا لله هنعمل ايه. هذا الرجل العظيم حطها في قصه الذابحات الفاتنات في كتاب هموم ضاحكه. هنقرا النهارده ازاي الاستاذ يوسف عوف اخذ اللقطه اللي كانت شغلت الراي العام وكانت جريمه وحولها الى حاجه كوميديه. شوفوا البدايه الرائعه للاستاذ يوسف عوف، وطبعا حضراتكم شايفين الصوره اللي موجوده قدامكم. بعد التناقص السريع في الثروه الزوجيه، اي في عدد الازواج باعتبار ان احنا ثروه حيوانيه يعني في مصر، يصدر قرار بمنع ذبح الازواج 3 ايام في الاسبوع. يحدث هذا القرار رد فعل عنيف لدى اتحاد الذابحات الفاتنات، لانه من شانها ان يؤثر سلبيا على نشاط الاتحاد. يكون هذا الموضوع هو مجال الحوار بين صابر وصديقه درويش في القهوه، فصابر بيقول: الحكايات دي مش داخلة دماغي أبدا، الستات دول جنس ناعم رقيق، الستات دول بسكويت ومش ممكن يعملوا كده. فيرد درويش: أنت أصلك طيب على نياتك، اتفضل يا سيدي. ويقرأ من الجريدة التي في يده: مسلسل قتل الأزواج لا يزال مستمرا، تناقص عدد الذكور بهذه السرعة الرهيبة يهدد بتوقف دولاب العمل. دولاب العمل ده اللي هو عجلة الإنتاج في جميع مواقع في جميع مواقع الانتاج في دولة نسبة الايدي العاملة بها من الرجال 90%. نحن نتكلم زمان. وعلى فرض ان ده صحيح، ايه اللي يخلي الجنس اللطيف ده يتحول الى جنس جزار بالشكل ده؟ يا اما الملل من الحياة الزوجية، يا اما في شخص ثالث. انا بعتقد ان السبب الحقيقي بيكمن في الزوج نفسه. المجتمع بتاعنا ما زال مجتمع رجال، والزوج المصري بيحب انه يكون سيد في بيته، فيتراكم شعور القهر والكراهية داخل الزوجة وفي الوقت نفسه مش قادرة تخلص من الوضع ده، لان الطلاق مرهون بمشيئة الراجل، طبعا ده قبل الخلع، فبتضطر تخلص منه بطريقة اخرى. ومفيش يعني غير طريقة الذبح دي. طيب ما هو في طريقة تانية للقتل اشيك او في متناول ايد كل زوجة مصرية، ايه هي؟ المطبخ المصري، الزيت والسمن والمحاشي والحلويات والنشويات والمحمر والمشمر. انت عارف ان متوسط عمر الزوج المصري هو اقل عمر زوج في العالم. يعود صابر الى منزله وما ان يرى نوعية الطعام المقدم له على مائدة الغذاء حتى يتذكر حديث المحمر والمشمر، فيثور في زوجته سمية: انت عايزة تموتيني؟ ما هو ده الاكل اللي انت بتحبه. لا، قلت لك 60 مرة انا نفسي في الكوارع ولحمة الراس. وانا قلت لك 60 مرة ان انا بقرف منهم وما بعرفش اطبخهم. بس دي اكلة خفيفة وطعمة ومغذية. الكوارع ولحمة الراس دول ما يخشوش بيتي، هو احنا في مصمت. يوه. يخرج صابر دون أن يتناول طعامه، وتحكي سامية لصديقتها ميرفت فتلومها على تصرفها وتقول لها: عنده حق بقى يروح يدور بره على الحاجات اللي مش لاقيها في البيت. فترد سامية: بس أنا ما بعرفش أطبخ لحمة الراس والكوارع دي. هاتي طباخ يعلمك، دول بيلزقوا الإيدين وبيتزفلطوا منهم. يا أختي بلاش كهن بقى. يدخل درويش القهوة ونظراته زائغة، ويسرع إلى صابر الذي يسأله: أنت ما قريتش الجرايد؟ في إيه؟ ضحية جديدة، واحدة ست زمت جوزها برغيف حواوشي وبعدين قطعته بالمنشار حتت. يا خبر! أنت عارف إن في جمعية اتكونت أخيرا للأزواج؟ جمعية إيه دي؟ جمعية المستضعفين. المستضعفين في المنزل. والله من غير قتل، من غير، مش محتاجه قتل وتقطيع. مستضعفين في المنزل.
طيب، هدفها حماية أرواح الأزواج بشتى الطرق. دي حتى أصدرت بالاتفاق مع السجل المدني بطاقة عائلية جديدة أهي. يبرز البطاقة في يدي. ما هي زي القديمة؟ لا، دي بقى مكتوب في ظهرها تعليمات الأمن الرجالي. ويقرأ ظهر البطاقة. 1، تحمل ثورتها دائما وخليك انت الكبير، واحذر ان تغضبها خصوصا قبل ذهابك للنوم او تناولك الطعام، واذا نمت فيحسن ان يكون هناك سلاح للدفاع عن النفس في متناول يدك تحت المخدة. 2، لا تشرب او تأكل شيئا من يدها الا اذا تناولت هي بعضا منه اولا امام عينيك. 3، يجب إخفاء السكاكين والمقصات والسواطير وجميع أنواع الأسلحة مثل مبرد أظافر أو ملقاة حواجب إلى آخره في أماكن مأمونة لحين الحاجة إليها. يا راجل بلاش تخريف. أنا انضميت خلاص للجمعية دي، تيجي معانا؟ لا طبعا. وانت عايز الجمعية دي في إيه؟ أصل مراتي ابتدت تشاور عليها. نادية؟ أيوة، ده انا بقيت امشي في البيت دلوقتي وانا عمال اتلفت ورايا. ليه؟ ما انا مش عارف الضربة هتجيلي منين. ايه الكلام الفارغ ده؟ دي جت ديك النهار وقالت لي انا هبعت الاولاد عند خالتهم الليلة. قلت اخ تبقى ناوية. ناوية على ايه؟ الله، ما تفهم بقى، ما هو مكتوب في الجرنان اهو. ويقرأ بقى. وقد كشفت التحقيقات أن الزوجة أرسلت بأولادها إلى منزل الجدة في نفس اليوم ليخلو لها المكان مع الضحية. فأنت ربطت بين الاتنين؟ طبعا، ما أنا شفتها بعد كده عمالة تلف في البيت بتدور على منشار. منشار ليه؟ يعني هيكون ليه؟ بس أنا كنت ملتزم بتعليمات الأمن الرجالي ومخبيه طبعا مع باقي الأسلحة. يعود صابر إلى منزله فيجد زوجته سامية في الصالة وأمامها عدد من الأكياس البلاستيك تفتحها وتنفخها فيحييها دون أن يشك في شيء. مساء الخير يا سامية. على فكرة أنا اتفقت مع ماما إن الأولاد يروحوا يباتوا عندها في الهرم يوم السبت. اشمعنى يعني؟ الله، يوم نبقى فيه لوحدنا يا حبيبي. لوحدنا؟ وهنا يتذكر حديث درويش ويتنبه للأكياس البلاستيك لأول مرة. وإيه الأكياس دي؟ أصل في حاجات معينة هعبيها فيها. إيه؟ يبتلع ريقه بصعوبة. ألا أقول لي، إحنا مش كان عندنا منشار؟ يسقط صابر من طوله على الأرض. صابر، صابر. يرافق صابر بصعوبة ويقضي ليلته متيقظا وتسأله سامية عما به فيجيب ولا حاجة. ولكن ما أن يغمض جفنيه قليلا حتى تفاجأ به سامية يقفز من الفراش وهو يشوح بيديه في الهواء ليحمي رأسه وقفاه من ضربات وهمية. في صباح اليوم التالي يسرع صابر إلى القهوة بحثا عن صديقه درويش فيفاجأ بخبر يصعق له. لقد قبض على قبض على درويش وهو يشرح في قتل زوجته نادية التي استغاثت وأفلتت منه. الراجل كان بيحاول يقتلها قبل ما تقتله وأفلتت منه في آخر لحظة، وبسؤاله صرح بأنه أراد أهو أن يتغذى بها قبل أن تتعشى هي به. يجلس صابر منهارا ويسلي نفسه بقراءة الجريدة فيجد أن موضوع ذبح الأزواج ما زال هو الشغل الشاغل لها. إذ يقرأ: الزوجة اعترفت بأنها وضعت للمجني عليه مخدرا في القهوة قبل أن تجهز عليه. وجدير بالذكر أن نهاية الزوج التعس جاءت في نفس يوم عيد ميلاده. صابر يكور الصحيفة بيده في غضب ويلقي بها ثم ينصرف. يدخل صابر البيت مكتئبا فتقابله سامية في بشاشة وبيدها فوطة مبلولة. فوطة مبلولة طبعا دي رايو سكينة. تمسح بها لا يديها بين حين وحين وتقول له: حد يبقى مبوس كده في يوم زي ده؟ أنا هعمل لك فنجان قهوة يعدل مزاجك. رأي سكينة. ما أن يرتشف صابر رشفتين من القهوة حتى يلاحظ اختلاف طعمها فيتوقف. سامي: اشرب. صابر: البن طعمه غريب شوية. سامية: أصله محوج، أنا حوجتهولك بنفسي. اشرب. يرتعد الفنجان في يد صابر فيحدث صوتا أثناء ارتطامه بالطبق. سامية:
إياك فاكرني ناسيا إن النهاردة 15 منه عيد ميلادك. ترن هذه الجملة لدى صابر رنينا معينا. صابر لنفسه: أخ 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 تبقى ناوية. سامية: وعشان كده وزعت الأولاد وضبت لك مفاجأة ما تخطرش على بالك. صابر وقد لمح الفوطة المبلولة في يدها فيهمس في رعب: ريا وسكينة. سامية: هي خلصت القهوة؟ صابر: أيوه. سامية: نفسك في حاجة تانية؟ صابر: أشهد أن لا إله إلا الله. سامية تنادي: يا عبد العال. صابر: يا نهار اسود الحقوني. ويطلق صابر ساقيه للريح حتى يصل الى قسم الشرطه ويحكي للضابط ما حدث. يتم القبض على سامية ويقوم الضابط بعمل مواجهه بينها وبين صابر فتنهار باكيه. سامية: ده انا كان قصدي افاجئه في عيد ميلاده واطبخ له حاجه نفسه فيها من زمان، كوارع ولحمه راس. ضابط: امال ايه حكايه المنشار والاكياس البلاستيك؟ سامية: ما انا اشتريت الراس والكوارع من المذبح فكان لازم انشرها بالمنشار عشان اقطعها حتت صغيره واعبيها في اكياس واشيلها في الثلاجه لحد ما اطبخها يوم السبت في عيد ميلاده. صابر: طيب والفوطه المبلوله اللي كنت عاوزه تكتمي بيها نفسي؟ سامي: انت بتخرف، دي كنت بمسح بيها ايدي اللي عماله تلزق كل شويه من الكوارع دي. الضابط: ومين عبد العال ده؟ سامي: ده الاسطى الطباخ اللي كان واقف معايا في المطبخ عشان يعلمها لي. تبكي: هي دي جزائتي برضو. صابر مشغولا: اما انا طلعت افلي بشكل. ضابط: مع السلامه انت يا ست ساميه. صابر: وانا؟ لا، سيادتك هتستنى في الحجز. بتهمة ايه؟ البلاغ الكاذب. شكرا للاستاذ يوسف عوف، شكرا لكم يا اصدقائي. ربنا يجعل كلامنا خفيف على زوجاتنا وربنا ينصرنا في البيوت ان شاء الله وتظل حياتنا امنه. يلا الى اللقاء يوم الاثنين ويوم الخميس في مواعيدنا المعتاده. ما تنسوش اللايك والشير، ما تنسوش الاشتراك في القناه، وسلام يا اصدقائي.